رامي عايش بيسمع ايه؟ ايه المزيكا اللي انت بتسمع؟ انا اول شيء اف ام ما بسمعش تقريبا من 10 سنين، ما حتى في محطات إذاعية في لبنان ما عرفش انها موجودة اصلا بصراحة. مش تقليلا لا سمح الله، بس ملتزم شوية بالكلاسيكس اللي انا ربيت عليهم، ملتزم بالرحابني، ملتزم بكلاسيكيات بيتهوفن وموزار. بحس كل ما سمعت هالنوع من الاغاني كل ما صار عندي وسع أكتر ببالي بالمقامات وبالهارموني وبالدبث تبع الموسيقى. ما بحب الموسيقى تكون سطحية يعني. ومش بتحس انه ده مثلا يعني في انواع موسيقى معينة بقت موجودة جديدة انت مش ابديتد بيها؟ يعني بسمعها بالحفلات، بسمعها وانا موجود، بس مش بستقصد ان اسمعها بصراحة، يعني بسمعها من نجاحها وبحب. وبالعكس نحن عم نعمل خليني معاك، نحن عم نعمل مبروك مبروك، عم نعمل قصة. عارف عندنا هنا في مصر اللي مش بيشغل مبروك في الفرح كأنه متجوز، نشيد الأفراح نعيد. That means انه انا بحب الكلاسيكي، بس انا يعني مواكب العصر كله.